17 شريحا في انفجار حافلة وسط تل أبيب. الانفجار يأتي في وقت تواصل فيه إسرائيل عملية عمود السحاب على قطاع غزة، وهي العملية التي أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 140 شخصا في صفوف الفلسطينيين. خوف وهلع كبيرين رافق هذا الانفجار الذي شل الحركة في أحد أهم شوارع تل أبيب. مصلحة الطوارئ الإسرائيلية أكدت وجود إصابات خطيرة وأخرى متوسطة، في حين أصيب 7 أشخاص بجروح طفيفة في هذا الانفجار، وهناك 6 يعالجون من الصدمة. سيارة الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار لنقل المصابين إلى المستشفيات والمراكز الصحية، كما تنقلت الفرق الطبية لتقديم الإسعافات الأولية للجرحى. للتذكير، يأتي هذا الانفجار غداة تعطيل إسرائيل لاتفاق تهدئة بوساطة مصرية كان من شأنه أن يضع حدا للعنف الذي يمزق المنطقة.